بون روحوا لنا دابور ديونا المنتوجات تاع الفلاحين. حنايا دونا المنتوجات تاع الفلاحين حولوها احنا عندنا صناعه ومن بعد روحوا عندنا صناعه تحويليه في المصنع في غينيا. على بالي ربنا نعرفوكم يعني راكم في لاكرو اليمونتا راكم متقدمين ما شاء الله. مادام رانا في معرض المشروبات على الاقل يعني او كان يهضر لي رئيس الجمعيه يعني 9 وحدات الجزائر الله يبارك في الجنه اللي فيها والخير اللي فيها ما عندنا 9 وحدات تحويليه فقط. احنا ماذا بيا تكون 100% ونصدروها امام احنا مغطين السوق المحلي كامل ان شاء الله سيتم ورانا نصدروا الدول تاع الخليج والدول الاوروبيه ودول حتى امريكيه امريكا اللاتينيه. ربي يعاونكم ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.